ما محتاجش لهادشي مي داخله في كرة القدم. وانا كما كان الحال احترامي للجمهور ديال الجيش الملكي دائما غادي يبقى، لان بالنسبه لي انا الجيش الملكي طرف من حياتي. انا دوزت معهم فترات جميله وفترات من احسن الفترات اللي دوزت في حياتي. راه خمسه في 3 سنين درنا خمسه ديال الالقاب، ماشي سهله. فكيبقى عندي دائما العطف على الفريق الجيش الملكي، رغم ان الجمهور من حقه انه يغضب على الفريق ديالو، من حقه انه يدير مي الاحترام. انا دائما كنت الاحترام لهذا الفريق اللي ترعرعت فيه، وكنت انا مدير لهذا الفريق بحكم ان في التاريخ ديالي دائما كاين الجيش الملكي، لا مع فرق اخرى كنت قابل مع الجيش الملكي في النهائيات ديال كاس العرش، ولا كنت تدخل لا كونفيرونس على البطوله بحال في 2012، لا مع الجيش الملكي ضد فرق اخرى. ف ما يمكنش ليا ننسى الخير ديال الجيش الملكي كيف ما كان الحال. الجمهور من حقه انه فريق ديالو هذيك كينمي، هذاك الضغط كيخلي الى هضر عليا انا ما عنديش مشكل، انا ولفت هذا الشيء انا سنين وانا في هذا الميدان وكنعرفو كيدير. اللي صعيب هو اللعابه اللي شويه المعنويات مهزوزه كثير، ولا سيما تقاسوا شويه، و سيتي تري ديفيسيل دو جيري. 3 ايام ماشي سهله، ولكن كيف ما كان الحال خرجوا مقابله اللي عامه في المستوى خاص اهداف، لا بالنسبه لنا بالنسبه للفريق اللي تحطم.